تمام، يلا نبدأ كده يا شباب. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي الذاكرة بتاعتنا. طبعا احنا كتير من الوقت بنحفظ حاجات وبننساها، بنحفظها النهاردة ونيجي نسمعها كمان شوية لماما بننساها. طبعا دي مشكلة بنعاني كلنا منها. طيب يا مس يا دكتور، عشان أقدر أفضل فاكر الحاجة أعمل إيه؟ أذاكرها إزاي؟ هنعرف ده النهاردة إن شاء الله. قبل ما نعرف ده يا شباب، لازم أكون عارفة إن إحنا عندنا أنواع للذاكرة. يعني إيه؟ يعني الذاكرة بتاعتي مش نوع واحد، يعني مش أول ما أحفظ المعلومة أو أول ما أدخلها لدماغي خلاص كده أنا حفظتها، لأ طبعا. لو كان ده اللي بيحصل لما كنا نحفظ أو نذاكر حاجة لأول مرة ما كناش هننساها أبدا أبدا أبدا. بس إحنا بننسى. طب بننسى ليه؟ قال لي عشان أنا عندي نوعين من الذاكرة، ذاكرة قصيرة المدى ودي بتخزن المعلومة لفترة قصيرة جدا. أنا دلوقتي عرفت إن في حاجة اسمها ذاكرة قصيرة المدى، كمان شوية لو ما قرأتش تاني إن إحنا عندنا حاجة اسمها ذاكرة قصيرة المدى هنسى المعلومة دي خالص وكأني معرفتهاش خالص. طيب وإيه كمان؟ عندي ذاكرة طويلة المدى. الذاكرة طويلة المدى دي هي اللي بتدنها حافظة المعلومات دايما. أنا دلوقتي عندي 10 سنين عرفت معلومة وخزنتها في الذاكرة طويلة المدى، كمان 20 سنة ولا 30 سنة هفضل فاكر المعلومة. ليه؟ عشان اتخزنت عندي في الذاكرة طويلة المدى. طيب يبقى أنا دلوقتي لازم أعرف إزاي أخزن المعلومة بتاعتي فين؟ في الذاكرة قصيرة المدى ولا في الذاكرة طويلة المدى؟ قال لي لأ، لازم أعرف إزاي أخزن المعلومة بتاعتي في الذاكرة طويلة المدى عشان أفضل فاكرها على طول. عشان أذاكر الدرس بتاعي النهاردة أجي أسمعه للمس بكرة أو بعد بكرة أفضل فاكره، وده طبعا مهم جدا. طيب هوريكم فيديو دلوقتي، هنعرف فيه طريقة جميلة جدا إزاي أحفظ المعلومة بتاعتي في الذاكرة طويلة المدى مش في الذاكرة قصيرة المدى. ليكم معايا ثواني. ناس نعم، يحصد ايه؟ دي بنتعلم فيها ازاي نذاكر كويس وازاي نحفظ المعلومات وما ننساهاش. يلا نشوف الفيديو ده مع بعض. المفاهيم الاجتماعية طيب نرجع تاني اقول لكم انا بوريكم الفيديو ده ليه. طيب يا عارفين احنا لما بنيجي نذكر حاجة ما كانش فيه صوت. تمام، طب ثواني ارجعه لكم تاني.
ما ارجع لكم الفيديو التاني عاوز اعلمكم حاجة تعملوها وانتوا بتذاكروا. دلوقتي انا لو في كلمة صعبة او في حرف صعب مش عارف احفظه بعمل ايه؟ بجيب ورقة وقلم وابدأ اكتبها فيه، طيب، واخبي الكلمة، اكتبها بالعربي، يعني انا مثلا بحفظ معنى كلمة جديدة بالانجليزي. طيب ممكن يا رحمة وحبيبة نقفل الكاميرا. ماشي. تاني يا شباب، دلوقتي أنا عاوزة أتعلم معنى كلمة جديدة في الإنجليزي مثلا، هعمل إيه؟ هجيب ورقة وقلم وأكتب بالعربي معنى الكلمة، مثلا لوحة مفاتيح، أكتبها في ناحية وفي ظهر الورقة أكتب كيبورد. طب أنا دلوقتي بحفظها، أخبي المعنى اللي بالإنجليزي وأبدأ أشوف الكلمة بالعربي، لو افتكرت معناها بالإنجليزي إيه يبقى أنا كده حفظت الكلمة كويس جدا. طب لو ما افتكرتش معناها أبدأ أراجعها مرة كمان، ليه؟ عشان أنا كده مش حافظها. طيب يا مس، أنا أول ما شفت لوحة مفاتيح عرفت إن هي كيبورد على طول، خلاص يبقى أنت كده شطورة، ابدأي احفظي كلمة تانية على طول. فإحنا بنعمل حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها الفلاش كاردز. يعني إيه يا شباب؟ يعني بنجيب ورقة نكتب فيها الكلمة أو الجملة في ناحية ونكتب المعلومة بتاعتنا في الناحية التانية، أشوف الكلمة وأبدأ أشوف أنا فاكر المعلومة بتاعتها ولا لأ. لو فاكر المعلومة يبقى أنا كده ذاكرت كويس والمعلومة ثبتت عندي خلاص. طب مش فاكر اللي أنا كنت كاتبه في الناحية التانية من الورقة، لأ يبقى إحنا كده محتاجين نراجع تاني اللي إحنا ذاكرناه. يبقى دي أول طريقة من الطرق اللي إحنا نفتكر بيها المعلومات بتاعتنا. طبعا عارفين إن الدماغ بتاعتنا مهم إن إحنا ناكل كويس ونشرب كويس عشان الذاكرة بتاعتنا تكون كويس. طيب يبقى فيه مس حاجات لازم أعملها عشان الذاكرة بتاعتي تفضل كويسة؟ قال لي آه. طب إيه هي الحاجات دي يا مس؟ قال لي لازم طبعا أنام كويس جدا، يعني انا اقل حاجه انامهم 6 ساعات. ما ينفعش ان انا افضل سهران طول الليل على التليفون بتاعي ومحتاج ان انا اقوم بدري اصحى اذاكر اللي ورايا عشان عندي حصص في الاكاديمي، لا طبعا انا لازم انام وقت كويس عشان اصحى فايق واستقبل كم معلومات كبير. ايه كمان؟ لازم اشرب ميه كتير يا شباب. قال لي المخ بتاعي أو الدماغ بتاعي بيتكون من 73% من المية، فأنا دلوقتي لو مش بشرب مية كتير طول اليوم المخ بتاعي أو الدماغ بتاعي هيبدأ التركيز بتاعه يروح، هيبدأ يحصل تشتت. يعني إيه تشتت؟ يعني أكون قاعد بذاكر وعمالة أبص للشباك شوية وأبص للباب شوية وأبص للسقف شوية وأبص للموبايل بتاعي شوية ومش بذاكر. ليه؟ عشان انا مش بتغذى كويس، مش باكل كويس، مش بشرب ميه كتير طول اليوم. يبقى مهم ان انا اشرب ميه طول اليوم. في بعضنا بيجيله صداع، يا ماما انا مش عارف اذاكر انا عندي صداع. طب انت عندك صداع ليه؟ عشان مش بتشرب ميه كتير، مش بتتغذى كويس. يبقى لازم نتغذى كويس يا شباب، ولازم نشرب ميه كتير، ولازم ننام قسط كافي من النوم. يعني ايه؟ يعني ننام على الاقل 6 ساعات. طيب ما توترش، يعني في درس يا مس انا مش قادر اذاكره، مش عارف اذاكره، انا خلاص انا متضايق، انا متعصب، انا متوتر، المس هتسمع لنا دلوقتي واللي مش هيسمع هتعاقبه. ابدا بقى ايه؟ لو قدامي ساعه على الحصه اضيع الساعه دي في التوتر والقلق. طب ما انا ممكن اهدى واجيب الكتاب بتاعي او الموبايل بتاعي وابدا اذاكر الدرس. يبقى انا كده استغليت الساعه في المذاكره، ولا استغليتها ان انا متوتر وقلقان عشان ما ذاكرتش والمس هتعاقبني؟ لا طبعا استغليت الوقت بتاعي ان انا اراجع على الدرس او ان انا اذاكر الدرس، بالتالي لما اخش الحصه للمس لا مذاكر، حتى لو مش ذاكر كويس جدا بس انت ذاكرت هتعرف ترد على الاسئله. ايه كمان؟ ما ينفعش يا شباب اخد درس النهارده وبعد ما المس تخلص شرح واخلص الحصص بتاعتي اقعد اذاكره ربع ساعه واقول لماما انا ذاكرت وخلصت مذاكره، انا كده ذاكرت.
هاجي تاني يوم اسمعه مش هعرف اسمعه. ليه؟ عشان انت ذاكرته مره واحده يا مستر، يعني لازم اذاكره اكتر من مره عشان افضل فاكره. يعني ايه بقى؟ يعني يا رحومه انا لما اذاكر الدرس لازم على الاقل اذاكره مرتين، مره بعد ما اخده اول ما المس تشرح الدرس واخلص حصص اليوم بتاعتي اذاكر الدرس اللي انا خدته. طيب بكره اول ما اصحى من النوم اراجع تاني على الدروس اللي انا ذاكرتها امبارح، لما هراجع مره كمان هفضل فاكر كل الكلام اللي المس قالته، وهخش الحصه اقدر اجاوب على كل الاسئله. ليه؟ عشان انا ذاكرت مره واحده. مره واحده ولا ذاكرت اكتر من مره؟ ردوا عليا يلا. أكتر من مرة. أكتر شاطرين، يبقى أنا عشان ذاكرت أكتر من مرة هقدر أجاوب على الأسئلة بتاعتي طب أنا لو ذاكرت مرة واحدة؟ لا، لو ذاكرت مرة واحدة خلاص هنسى نص الكلام وهقعد إيه المس لما تسألني أسئلة مش هجاوب عليها كلها، مش هبقى شطور. طيب يا مس، أنا بيبقى معايا زميلي في الحصة اي سؤال المس بتسأله بيجاوب عليه بسرعة. طب ما انا ذاكرت يا مس. لا، هو ذاكر كتير، ذاكر اول ما المس شرحت بعد الحصة على طول، وذاكر تاني يوم الصبح على طول اول ما صحي من النوم، وقبل ما يخش الحصة كمان راجع مرة كمان، فايه كده ذاكر 3 مرات. فلما ذاكر 3 مرات مش هينسى اي معلومة وهيقدر يجاوب على كل الاسئلة اللي المس هتسألها. يبقى ينفع نذاكر مرة واحدة يا شباب ونخش عاوزين نجاوب على كل الأسئلة ونفضل لا، فاكرين، ولا لازم نذاكر أكتر من مرة؟ لازم نذاكر أكتر من مرة. شطورة يا جنى، شطورة. طيب إيه كمان؟ عرفنا إيه كمان؟ ينفع أنام ساعة أو ساعتين وخلاص، ولا لازم أنام على الأقل 6 ساعات؟ لازم أنام 6 ساعات. طيب ينفع افضل طول اليوم ما اشربش ميه، لا لا، لازم أشرب مية ولا كتير. لازم اشرب ميه كتير؟ عشان الميه مهمه جدا في ان انا اركز وان انا افهم اللي المس بتقوله في الحصه. ايه كمان؟ لازم اكرر المعلومه كتير، يعني نذاكر اكتر من مره. طيب تعالوا نشوف حاجه جميله كده معانا، بيقول لي ايه مشاكل النسيان. يعني يا مس انا ببقى بيجي عليا وقت المس لما بتسألني سؤال مش ببقى فاكر الإجابة هي دي ولا دي. يعني ايه؟ يعني الإجابات بتخش في بعضها. طب الإجابات بتخش في بعضها ليه؟ عشان احنا ما ذاكرناش كويس، ذاكرنا مرة واحدة وخلاص، فكل الدرس دخل في قلب بعضه. انا مش فاكر هو انا الإجابة كانت ايه، هو انا ذاكرت بس انا مش فاكر الإجابة كانت ايه. ايه كمان؟ رحمة أول ما المس بتسألها بتخاف. ليه؟ بتتوتر، بتقلق، فلو عارفة الإجابة مش بتقدر تجاوب رغم إنها عارفة الإجابة، بس عشان اتوترت وحصل عندها قلق ما قدرتش تجاوب. يبقى احنا لازم يا شباب نتعلم ازاي ما نتوترش، ازاي لما حد يسألنا سؤال، ازاي لما حد يسألنا حتى لو فجأة وإحنا مش محضرين نفسنا إن إحنا نجاوب نهدى وما نتوترش ونجاوب. المس مش هتضربني لو أنا ما جاوبتش. يبقى أتعلم إن أنا مقلقش، ما توترش، أسمع السؤال كويس وأبدأ أجاوب بالراحة. طب أنا مش عارف الإجابة، خلاص أنا هفكر دقيقة، هفكر دقيقتين، ولقيت نفسي مش عارف الإجابة خلاص أقول يا مس أنا مش فاكر الإجابة أو أنا ما ذاكرتش. ما ينفعش، لازم هنتكلم عن حاجة مهمة كمان كده بسرعة، ما ينفعش أكدب. ما ينفعش يا شباب أكون أنا مش مذاكر والمس تقولي على فكرة يا رحمة أنتي مش مذاكرة، تقولها والله يا مس ذاكرت وأنتي ما ذاكرتيش. ليه؟ هي المس بتبقى عارفة إن أنتي ما ذاكرتيش عشان أنتي ما جاوبتيش على الأسئلة بتاعتي، فأنتي بتحلفي كدب، يبقى كده حرام عليكي، ما ينفعش. يبقى لو أنا مش مذاكر أقول إن أنا مش مذاكر خلاص، صح كده؟ شطورة يا جان. طبعا عندنا شوية حاجات كده لازم نتعلمها عشان أتغلب على مشكلة النسيان.
اول حاجه الفيديو اللي انا وريته لكم من شويه اللي كان من غير صوت اوريه لكم تاني دلوقتي بس تخلص الكلام الاول. بس انا كنت عاوزه اوصل لكم ايه، ان احنا عندنا حاجه اسمها الفلاش كارد زي ما قلت لكم. دي حاجه ان انا بعمل ايه، ان انا بتعلم بطريقه ممتعه. انا مش بحب المذاكره يا مس، انا بزهق من المذاكره. طيب ايه رايكم نذاكر بطريقه حلوه، طريقه ممتعه كاننا بنلعب؟ هنعمل كده ازاي؟ والله انا دلوقتي المس بتاعت مين عاوز يقول حاجه؟ انا يا مس احمد، اتفضلي يا رحمة. لما كناش في الاجازه كانت صوتك بيقطع يا رحمة. رحمة طيب كمل كلامنا لحد ما رحمة تتكلم تاني. يا ماس طيب بقول يا ماس ازاي؟ سمعتني يا ماس؟ لا مش سمعتك، قولي تاني. بقول لما ما كناش في الأجازة الماس بتاعت العربي بتاعتي قالت لي لما تيجي تحفظي الكلمات اقعد اغنيها عشان ما تزهقيش وتتعبي، ومش شطورة شطورة تغنيها وفي نفس الوقت شطورة هتحفظيها. شطورة يا رحمة، إن إحنا إيه نحفظ الكلمات في أغنية، نعمل لها لحن. ده اسمه بقى طريقة إن أنا أحفظ بطريقة ممتعة، إن أنا بلعب كأني بلعب مش بذاكر. طيب طبعا زي ما رحمة قالت ممكن نعمل الكلمات أغنية ونفضل نكررها فمش هننساها. ممكن كمان نعمل الفلاش كاردز ان انا اخبي الكلمة واكتب المعلومة الناحية التانية واشوف انا فاكر ولا لأ. طيب ايه كمان ممكن؟ في طريقة حلوة قوي كمان اسمها ايه، اسمها ان انا ممكن عندي جملة مثلا، جملة كبيرة مش عارف احفظها، ممكن اخد كل حرف من اول كلمة واجمعها مع بعضها. يعني مثلا انا بقول رحمة شاطرة وجميلة، دي جملة رحمة مش عارفة تحفظ. رحمة هتقولي بصي يا مستر انا عندي رحمة اول حرف ال ر، انا بقول رحمة شطورة وجميلة. طيب يبقى انا عندي رحمة اول حرف ال ر، شطورة اول حرف الشين، وجميلة اول حرف الواو. يبقى انا كده عندي جملة خليتها 3 حروف بس، ال ر والشين والواو، كأني بقول ريشو. فأول ما رحمة هتشوف كلمة ريشو هتفتكر رحمة شطورة وجميلة، يبقى ال3 حروف بتوع الجملة هم. يبقى أنا عملت إيه؟ خدت أول حرف من كل كلمة وحطيتها في كلمة صغيرة، أول ما أشوف الكلمة الصغيرة هفتكر الجملة الكبيرة. طيب إيه كمان؟ زي ما رحمة قالت إن إحنا ممكن نعملها أغنية، إيه كمان؟ ممكن وانا بذاكر امسك القلم بتاعي واكتب الكلمه واقعد اكررها بصوت عالي. انا دلوقتي مثلا بحفظ معنى كلمه مثلا بارتي، حفله، عمال اقول حفله يعني بارتي، حفله يعني بارتي، حفله يعني بارتي، اداني اقول كده اكتر من مره، مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته لحد ما احفظها. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بذاكر بصوت عالي وبكتب كمان وانا بقول. ها مين كمان عنده طريقة ممكن نذاكر بيها وما نزهقش منها غير رحمة؟ ها عندك طريقة يا جنى يا شطورة؟ لا وانتي يا جودي؟ عندي طريقة، قولي يلا. ماشي عندي طيب. إجابة. طيب مين عاوز يقول إجابة؟ يلا أنا سامعاك. إيه كمان؟ عارفين الخرائط الذهنية؟ سمعتوا عنها قبل كده؟
لا انا اظن طيب السنة. حلو اوريكي. طيب تعرفي عنها ايه؟ انا مش عارف، ممكن اكون سمعت عنها. طيب هوريكو حاجة دلوقتي. شايفين الشكل ده كده يا شباب؟ طيب دلوقتي أنا عندي كلمة، اتنين تلاتة أربعة خمس كلمات بيبدأوا بنفس الحاجة اللي هي ايه؟ اللي هي ال C O N. طيب يا مس، أنا لما باجي أحفظ الكلمات دي بتلخبط، مش عارف مين فيهم مفهوم ومين فيهم يهتم ومين فيهم خرسانة، فهعمل ايه بقى؟ هشوف الكلمة اللي مشتركة ما بينهم ال C O N، أكتبها في النص وأبدأ أعمل خريطة زي اللي قدامي دي، أبدأ أخرج من الدايرة اللي في النص سهم أكتب فيه أول كلمة، سهم كمان أكتب فيه الكلمة التانية، سهم كمان أكتب فيه الكلمة التالتة، وأبدأ أحطها قدامي وأحفظ. لما أحطها قدامي وأحفظ مش هنساها أبدا أبدا أبدا. ليه؟ عشان أنا حفظتها بعناية، وحفظتها عن طريق إن أنا بنطقها، وكمان حفظتها عن طريق ان انا بتكلم بصوت عالي. فدايما يا شباب لما تكون المعلومة في شكل صورة قدامي مش بنساها ابدا. يبقى نتعلم نعمل خرائط ذهنية. طب انا يا مس مش بعرف اعمل خرائط ذهنية، تعالوا كده هعلمكم نعمل خريطة بسيطة مع بعض. ناس مين بيتكلم؟ نعم هنكتب ايوه، مين الخريطة بيتكلم؟ دي في تعالى. الدفتر. لا يا حبيبة قلبي ركزي معايا بس، احنا بنعمل ايه؟ تمام. تمام. تعالوا يلا نتعلم دلوقتي مع بعض نعمل خريطة ذهنية ازاي عشان واحنا بنذاكر نستخدمها في المذاكرة بتاعتنا. مثلا لو انا بذاكر، هنقول مثلا عربي، فانا وانا بذاكر عربي يا مس بيبقى في عندي كلمة ليها اكتر من معنى، صح ولا لأ؟ صح يا باشا، هو عندنا الشاشة لونها أسود يا باشا، مش شايفين حاجة. ما انا عارفة، انا هكتب لكم عليها دلوقتي ما تقلقيش. تعالوا يلا بصوا يا شباب، في حد عنده مشكلة في المايك بتاعه؟ الصوت بيردد قوي. هتلاقي حد دخل بجهازين بس أنا داخلة بجهاز واحد، مش عارف. ترجمة
أظن الفيديوز أنا فاتحين. ممكن جودي هي اللي تقفل المايك وجانا هي اللي تفتح المايك. بنات انت سامعيني ولا لا؟ اه يا ناس، تمام، المايك مقفول. تعالوا يلا كده، مثلا انا عندي معنى كلمة يحب، ها مين يقول لي ليها معنى بالعربي، في العربي كمان غير يحب؟ مين هنا شطور في العربي الاول؟ بس أنا طيب لو قلت لك معنى كلمة يعشق، عارفة ليها معنى؟ يحب يعني يحب يعني أيوة بيشتغل. شطورة. طب مضاد، طب والمضاد بتاعها إيه؟ لك شطورة. طيب أنا وأنا بحفظهم يا مس، مش عارف أحفظهم كده، مش عارف يحفظ إن يحب أو يعشق يعني يحب، والمضاد بتاعها يكره. ممكن تقولي لي طريقة؟ ممكن. ها مين عاوز يقول حاجة؟ أنا سامعاكم وبتتكلموا كلكم مع بعض، مين عاوز يقول حاجة؟ يعشق ويكره أولهم يا ويحب شطورة يحب شطورة. طيب إيه كلام؟ قال لي ممكن أعمل خنطة ذهنية. يعني ايه؟ يعني ممكن اجيب الكشكول بتاعي او وقلمي وابدا ارسم في الكشكول بتاعي المعنى بتاع الكلمه والمضاد بتاعها. طيب هتعملي كده ازاي يا مس؟ قال لي بص، انا هرسمها في دوائر، يعني هجيب كشكولي وقلمي وابدا اعمل ايه، هكتب في النص. بس وانا بعد بتاعت العربي نعم هيطلع على حاجة تانية. قولي يلا سامعين. نكتب كلمة ونعمل يعني نعمل سهم كده ونعمل سهم كده و طيب ما هي دي معناها طريقة الخريطة الذهنية يا عسول، أكتب الكلمة في النص وأعمل سهم منها، أكتب المضاد يكره وأعمل سهم كمان أكتب المرادف اللي هو يحب، صح كده؟ لا اقصدش كده، يعني نكتب الكلمة في النص ونعمل سهم يمين وسهم شمال وعليها نعمل علامة ضرب وعلامة علامة اسمه ايه ده علامة يساوي، يساوي معناها معنى وضرب معناها عكس يعني، فنكتبها. شطورة، حلوة الطريقة دي، بتذاكري بيها صح؟ نكتبها وبعدين نحفظ. شطور. طيب عاوزة أقول لكم بقى على حاجة كمان، هسألكوا سؤال الأول، أنتوا لما بتذاكروا الحاجة بتفضلوا فاكرينها ولا بتنسوها؟ انساها طيب عرفتي بقى بتنسيها ليه ولا لسه؟ الايه مش عرفتي ليه بتنسي المعلومة مش بتفضلي فاكراها؟ علشان بقرأها بعملها مرة واحدة بس، احفظها مرة واحدة بس. شطورة، يبقى لها شطورة. وعشان مش بتاكلي كويس، وعشان مش بتشربي مية كتير، عرفنا ان المية مهمة صح؟ ايه كمان بقى؟ لازم يا شباب على الأقل أكون بعمل رياضة كل يوم، لازم اتحرك كتير واعمل رياضة. ليه؟ عشان الرياضة بتساعد ان المخ بتاعي والدماغ بتاعي يفضل مركز وشغال. يبقى انا افضل كسلان ونايم في السرير ولا لازم اعمل رياضة؟
لازم أعمل لي رياضة، حرك جسمي. طيب شطور. يبقى التمارين البدنية بنعزز بيها جسمنا ووظائف الدماغ وبنحسن بيها الذاكرة. طيب ممكن لو حد بيحب يسمع موسيقى خفيفة وهو بيذاكر جنبه، في ناس بتحب تعمل الموضوع ده، حد فيكم بيحبه؟ لا. أحلى حاجة. طيب إيه كمان؟ لازم أعرف إن القراءة والكتابة مهمة، يعني ينفع أمسك الكلمة وأقرأها وخلاص، ولا لازم أمسك القلم بتاعي وأكتبها في الكشكول بتاعي وأقرأها بصوت عالي؟ لازم أمسك أقرأها بمس وخلاص؟ لا لازم أمسك القلم بتاعي وأكتبها في الكشكول بتاعي، بعدين أقرأها بصوت شطورة يا عالي. جانا، شطورة يا جانا، انتي شطورة. طيب ايه كمان؟ في ألعاب، احنا لو بنحب نلعب ألعاب بلاش الألعاب اللي مش بنستفيد منها، في ألعاب مش بنستفيد منها وفي ألعاب بنستفيد منها. طب ايه هي يا مس الألعاب اللي بنستفيد منها؟ قال لي في لعبة مثلا بتاعة الألغاز، إن أنا أحل اللغز، دي لعبة بتنشط الذاكرة بتاعتي وبتخليها نشيطة وشغالة، بتحفز الدماغ. طب الألعاب اللي مش مهمة ملعبهاش، مش مهمة. يبقى احنا كده هنلعب بقى الحاجات اللي مش مهمة، ولا هنبدأ بقى ندور على اللعب بتاعة الألغاز نلعبها عشان تخلي الذاكرة بتاعتي قوية؟ بقدر على الألعاب اللي تخلي ذكي قوية. طيب. طيب احنا واحنا بنذاكر يا مس بيبقى في جنبنا دوشة كتير وصداع ومش عارفين نذاكر، أفضل أذاكر في نفس المكان ولا أدور على مكان هادي أذاكر فيه؟ أدور على مكان هادي أذاكر فيه. دكتورة يا جنى، تعالوا بقى كده يلا نتناقش مع بعض. جنى العسولة كانت جميلة النهاردة وبتقول معايا، مين الشطورة اللي قالت إن إحنا ممكن نعملها أغنية ونفضل نقولها مش هننساها؟ كانت رحمة. أنا ما سمعتش صوت جودي النهاردة. رحمة لو حابة تفتحي الكاميرا يا قمر افتحيها، جودي وجانا فاتحينها. أصلا وأنا مين بقى فاهمة الشطورة اللي يا مس، مين بقى اللي زودي حبيبة مش قالوا، نعم؟ زودي مش قالت، لا وحبيبة مش قالت برضه.